عاوز اشوف هل في تايتنس في الريكتس فيموريز ولا لا. زي ما اتفقنا الريكتس فيموريز دي هيد من الكوادريسبس ماسل بتعدي على الني جوينت وبتعمل اكستنشن في الني وبتعدي على الهيب جوينت وبتعمل فليكشن في الهيب. تمام، اي عضله فيها شورتنينج بتاخد الليم في البوزيشن بتاع الاكشن بتاعها. تمام، طيب عاوز اعمل تيستنج ريكتس فيموريز بالطريقه اللي احنا قلناها، ممكن استخدم عن طريق توماس تيست اللي انا لسه شارحه دلوقتي. تاني بحط التشايلد في هاف سوباين بوزيشن، عاوز اشوف في شورتنينج هنا في الريكتس فيموريز ولا لا، بعمل فليكشن في الليمب الثاني. اوكي بالشكل ده خلاص. لو في شورتنينج في الريكتس فيموريز هياخد الليمب، هتاخد الثاي في فليكشن. طيب ما هو ممكن يكون احتمال الشورتنينج ده كمان ناتج عن شورتنينج في الاليزوس. عشان اتاكد من الموضوع ده اروح اعمل ايه؟ عامل اكستنشن في الهيب. ايه اللي هيحصل بقى؟ لو الني وانا بعمل اكستنشن في الهيب راحت في اكستنشن كده، يعني وانا بعمل اكستنشن في الهيب كده قامت الني مفروده، خلاص دي معناها ان في شورتنينج في الريكتس فيموريز. لو الني ما اتفردتش معايا دي معناها ان الشورتنينج او التايتنس اللي انا حسيته ده موجود في الاليزوس اونلي. طيب في تيست تاني ممكن اعمله عشان اختبر الريكتس فيموريز تايتنس؟ ايوه، في تيست اسمه اليس تيست. بعمل التيست ده ازاي؟ بنايم التشايلد بالشكل ده، وبعد كده بقى اروح عامل ايه؟ اروح عامل فول فليكشن في الني. اوكي خلاص، يبقى انا كده عملت ستريتش للريكتس فيموريز على مستوى الني. خلاص يبقى انا فردتها على مستوى الني. طيب اروح عامل ايه بقى؟ اروح ماسك الني من تحت. خلاص ماشي، طبعا بسايب الليم بس عشان الدول دي الاستيك فبتتفرد مني كده. خلاص اروح ماسك الني من تحت وبعدين عامل ايه؟ عامل اكستنشن في الهيب. خلاص لو عملت اكستنشن في الهيب ما حصلش اي حاجه، دي معناها ان الاليزوس والريكتس فيموريز ما فيش فيهم مشكله. انما لو عملت اكستنشن في الهيب وقامت الني مفروده معايا، دي معناها ان في شورتنينج في الريكتس فيموريز.